اليوم راح نتكلم عن العرافة، عرافة الفعاليات والمؤتمرات والمحاضرات قبل وبعد وأثناء الفعالية. أول شيء، النطق الصحيح للكلمة، أحياناً في ناس تقول إن هي عرافة وفي ناس تقول عرافة، دائماً عندنا اختلاف في نطق الكلمة. إحنا دائماً الكلمة الدارجة هي عرافة الحفلات أو عريف الحفلات. إنزين، بس أحتاج أعرف من جرب يكون عريف حفل من قبل؟ في الشاشة إذا ممكن ترفعون يدكم في الشاشة عشان بس أحتاج أسمع صوت الشخص اللي بيشارك وياي. علي، علي، أوكي، أحتاج بس إذا شخص ممكن يرفع يده. أمينة، أمينة، أنا أشوف علي حالياً. أوكي، علي، أوكي، أمينة، أمينة القائد، أوكي، شذي. This is better. I want to hear the voice. There is the hands. Okay. أحتاج بس أسمع الصوت. I cannot hear the voice. معاي سيد علي. سيد علي وعلي علي حسن. ثواني بس نشوف شنو مشكلة الصوت عندنا. I want to hear them voice. Yeah. من رفع يده؟ من رفع يده؟ سيد، سيد تسمعني سيد؟ نعم استاذ معاك. شلونك سيد؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. سيد، جربت من قبل تكون عريف حفلات من قبل او فعاليات؟ نعم، طبيعة عملي انا في المجال الاعلامي كانت لي العديد من التجارب في تقديم فعاليات ومناسبات مختلفة، سواء على مستوى العمل أو على مستوى خارج العمل. في بعض المؤتمرات والمناسبات كنت أنا المقدم أو العريف، مثل ما نلتزم بعنوان الدورة، لأن في بعض الأشخاص يقول هذا تقديم وليس عرافة. طيب شلون شفت التجربة؟ طبعاً التجربة في البداية قد يكون الشخص في حالة إرباك وعدم نعم لازم ضروري يكون تكون مرتبك. أيه. ضروري تكون عندك التوتر ذي في البداية دائماً، لكن مع الممارسة والتحضير الجيد المسبق للمناسبة، القراءة عنها ومعرفة برنامج المناسبة، التسلسل، الأشخاص اللي موجودين، هذا يخلي المقدم أو العريف يتغلب على هذه المشكلات، وأيضا تغلب على رهبة المكان، يعني حضور المقدم للمكان قبل البدء في التقديم بشكل مباشر بوقت كافي، يكتسب يعني يألف المكان، يعرف يعني حتى مستوى المايك لما يكون هو واقف رفيع نزيل، مستوى الصوت، لما يعرف من الشخصيات اللي بتكون حاضرة على مستوى وزراء أو على مستوى زملاء في العمل أو يعني شخصيات من خارج البحرين، هذه الأمور تخلي الشخص يعني متمكن أكثر من أنه يقدم مناسبة أو مؤتمر أو أي فعالية بشكل متميز. حلو، ممتاز. علي، علي تسمعني؟ علي، علي، علي ما يسمعني شكله. انزين، نبتدي مع فن وأسرار العرافة المتميزة قبل وأثناء وبعد الحفل. أول شيء، أنا دائماً أشبه عريف الحفل بالممثل المسرحي. الممثل المسرحي أول ما يدخل على الستيج أو على المسرح، أول ما تبتدي المسرحية، هو اللي يحافظ على إيقاع المسرحية، هو اللي يحافظ على إيقاعها من أول ما تبتدي لغاية ما تنتهي،
ساعات إذا نحضر مرة إذا تحضرون مسرح ولا لا، نلاحظ أن في البداية يكون الممثل يعني باذل مجهود وطاقة، بس شوي شوي يبتدي هذا المجهود أو هذه الطاقة تنزل، فينزل الإيقاع مال المسرحية. حالها حال عريف الحفل، أنت في يدك الكنترول، أنت في يدك تقدر إن أنت ترفع إيقاع الحفل من أول ما يبتدي لين ما ينتهي، وأنت اللي في يدك ممكن إن أنت تنزل من مستوى الحفل. طيب نتكلم عن الأسلوب. أسلوب التقديم دائما يختلف إذا كانت حفلة أو إذا كان مؤتمر، إذا كانت فعالية، إذا كانت ممكن نقول حفل تأبين، إذا كان مهرجان مسرحي، كل مكان وله أسلوبه وله طريقته في التقديم. مو كلهم لازم نقدمهم بنفس الأسلوب بنفس الطريقة. نبتدي بقبل الفعالية. Can I open up my presentation here? Okay. Yeah. They. I need to put both. Okay. Okay. Well, if I press, what's happened? I cannot see them. It's okay. I'll use my paper. زين نبتدي قبل الفعالية. شلون أنا كعريف حفل أستعد لهذه الفعالية؟ أولاً لازم نعرف التفاصيل، لازم نعرف نوع الفعالية شنو، متى راح تقام هذه الفعالية، في وين بيكون مكان الفعالية، عنوان الفعالية، مناسبتها شنو. أول شيء لازم يكون عندنا منسق مع الجهة اللي راح، يعني مثلاً الجهة المنظمة أو منظمة الفعالية، لازم أنا يكون عندي تواصل مع منسق على أساس أن أنا أي سؤال، أي استفسار عندي، أي شيء عندي أبي أسوي، أي أبي أعدل في كلمة أو أبي أسوي أي شيء فيها، لازم يكون في منسق أتواصل معه أول بأول عشان أوصل إلى يوم الفعالية وأنا مستعد أو أنا على أتمة الاستعداد. ثاني شيء هو شيء وايد مهم بالنسبة لي، إرسال الكلمة. لما مثلاً أنا كجهة راح أطلب من عريف حفل مو تبع جهتي أو من جهتي أو من أي جهة ثانية إنه يقدم هذه الفعالية، لازم تكون عندك أنت الكلمة قبل لا تبتدي الفعالية بيومين. ليش بيومين؟ أولاً ممكن يكون في تغيير في الفعالية، ممكن يكون في ترتيب للكلمات، ممكن يكون في أي شيء. يعني مثلاً لازم بتعرف من خلال هذه الكلمة على كبار الحضور، كبار الشخصيات، أي حدث عارض ممكن يصير ممكن إن أنا أزيده، لازم يكون في كلمة في لمسة من لمساتي أنا. ما نكون جامدين، يعني اللي يعطون ورقة اللي يعطونا إياها أو الكلمة اللي يعطونا إياها هي خلاص هذا هي هذه الكلمة، ممكن إن إحنا نغير نبدل بالتنسيق مع هذه الجهة. طيب في بعد عندي نقطة وايد مهمة، لما يكون عندي قائمة فيها أسماء المتحدثين، شلون أنا طبعاً إحنا ما نعرف كل المتحدثين اللي موجودين ممكن في الفعالية هذه أو فعاليات ثانية، فإحنا المفروض أن أنا أخذ أسماء الحضور كبار المتحدثين أو كبار الشخصيات، يعني المتحدثين بشكل عام لازم أنا أعرف أشكالهم. حاولوا دائماً تعرفون أشكالهم، بعدين بقول لكم ليش. من خلال الصور لازم أسوي سيرش، لازم أبحث، لازم أبحث عن هذا المتحدث أو أبحث عن الكلام الفكرة اللي راح يطرحها هذا المتحدث. لا نروح بس نقدم ونمشي، ما راح نستفيد أي شيء. بنتكلم بعد تفصيل أكثر عن اختيار الملابس الملائمة لهذه للحفل، سواء أيا كانت المناسبة، كل مناسبة لها لبس معين لازم نلتزم فيه. النقطة اللي بعدها إذا تشوفوني أو لا، طيب وقت الحضور، حضور الفعالية لازم أنا كمقدم فعالية أكون متواجد أو متواجدة في الفعالية قبل الحفل على الأقل بساعة ونص. مثل ما قلت لكم يمكن يكون في تغيير في الكلمة، يمكن يكون عندي واحد من المتحدثين اعتذر. طبعاً وايد يصير موقف إنه متحدث من المتحدثين اللي مكتوب اسمه والتايتل عنه وسويت سيرتش عنه ممكن آخر لحظة يعتذر، فأنا بيكون خلال هذه الساعة ونص عندي مجال إن أنا
أكيد بيكون في طبعاً متحدث بداله، فأنا لازم أعدل وأرتب في الكلمة قبل لا يبتدي الحفل. في بعض الأحيان، وهذه بعد موضوع وايد مهم، بعض الأحيان يكون عندي ألقاب في الأسماء غير متداولة. أنا بالنسبة لي في ألقاب وايد أنا ما أعرفها، فلازم في وقت أو قبل لا تبتدي الحفل، يعني تبتدي الحفلة أو الفعالية، أكون أنا مراجع أسماء الحضور، أشوف هذا الاسم شلون طريقة النطق. تعرفون إيش كثر محرج لما الشخص يطلع على المسرح بيذكر اسم شخص أو شخصية، سواء كانت من الحضور الناس العادية أو من الفي آي بيز مثل ما نقول، ويكون نطقه خطأ. أول شيء أحس أنا توتر، بيصيدكم توتر. ثاني شيء مو حلوة في حق الشخص اللي متعني وحاضر هذه الفعالية، أن أنا وقت التكريم أو وقت ما بيلقي كلمته أقول اسمه بطريقة خاطئة. وايد يعني ناس تتعرض لهذا الموقف بسبب أن هم ما يروحون للفعالية من وقت، يعني قبل بربع ساعة، هذه مستحيل تقدر تغير فيها. ثاني شيء مهم جداً أن أنا أتعود على الجو العام، لازم أنا أعرف أنا وين بقف على المسرح. هل أنا بتم واقف أو واقفة وراء البوديوم، ولا راح أتحرك على المسرح؟ هل بيكون مايكروفون اللي هو الهاند مايك، ولا راح يكون النيك مايك؟ هذه تفاصيل بسيطة لازم أنا كعريف حفل أروح وأكون جاهز وعارف حركتي، مكاني، وقفتي، كل شيء. حتى تسوون تست تستخدمون الميكروفون، أكيد معظمكم، أنا أتوقع يعني أن معظمكم مجرب موضوع أن أنا أتكلم أو ألقي كلمة أو أن أنا بقدم شخصية وينقطع الميكروفون. أنا هذا صارت وايد وياي، فأنا هني لازم أبتدي أستخدم صوتي. طبعاً هذه الجزئية بعد بنرجع لها. في ملاحظة، أنا دائماً 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 أي فعالية راح أقدمها دائماً أقولها أو أطلبها من منظمين الحفل، مكان طلعت ونزلت عريف الحفل. أبي أرسم لكم شغلات قلب. أولاً الحين تخيلوا معي أن هذه الستيج، حنا بين؟ ما أعرف إذا بين ولا لا. هذه الستيج، البوديوم بيكون على طرف الستيج، دائماً يكون في دري صغير هنا، هذه الدري اللي هو دائماً قدام الصفة الأولى. أعرف تبين الصورة ولا ما تبين؟ أوكي؟ طلبوا دائماً دائماً طلبوا إنه يكون عندكم مكان هني دري صغير تطلعون وتنزلون منه. ليش؟ تخيلوا معي، أولاً ما ينفع أنا كعريف حفل في طلعتي بطلع على الستيج أعطي ظهري للحضور، خاصة الصفة الأولى، كل شكلها مو حلو. ثانياً بتكون أسرع إذا أنا نزلت من هذه الجهة عن إن أنا أنزل وأطلع من هاي الجهة. تعرفون هذا إيش كثر بيصير جاب في الوقت، وايد وقت طويل. دائماً نحط في بالنا إن الشخصيات اللي موجودة في الفعالية أو في الحفل بيوني أنا عندي وقت الحفل مثلاً نص ساعة، حفل الافتتاح إذا كان مؤتمر أو ملتقى، دائماً وقتهم ثمين، دائماً هم يحاسبون للوقت، فأنا لازم ما يكون عندي جاب. هذه الأشياء البسيطة تسبب جاب وتطيح من رتم الفعالية، تطيح من إيقاع الفعالية. فأنتوا دائماً محقكم ترى أن أنتوا تطلبون أن ينحط لكم مكان خاص فيكم أو دري صغير تطلعون وتنزلون منه من هذه الجهة. أهم شيء أثناء الفعالية الابتسامة، ضروري 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 أن أنا دائماً أكون مبتسم. They said there is a problem with the voice. Yeah. لحين شباب، لحين عندكم مشكلة في الصوت؟ أنا سامحتوني أقرأ. في مشكلة في الصوت ولا أوكي؟ الحين يقولون واضح الصوت، واضح، أوكي، so it's fine now. أثناء الفعالية الابتسامة جداً ضرورية. ما ينفع أن أنا أحضر فعالية وأنا مكشر وأنا متضايق، خاصة تعرفون في فعالية تبتدي الساعة 8 الصبح، هذه من أتعب الفعاليات اللي المفروض الواحد قاعد لها من الساعة 5 الفجر أو 5 الصبح مثل ما نقول. الابتسامة جداً ضرورية، تكسر الجمود، تريحك أنت نفسياً، وتريح حتى الأشخاص اللي تعاملون معك، تريح حتى الأشخاص اللي أنت راح تتكلم معهم. مهم جداً وانت على الستيج
تتواصل مع الحضور بالعين. مو حلوة حركة إن أنا أيود الورقة، أنا عارفة شعور التوتر، إن الواحد ما يبي يشوف أحد بعينه عشان يتوتر، يخاف ممكن يقطع في الكلام. موضوع العرافة ترى يا جماعة الخير شيء ممتع جداً، إذا حبيتوا بتلاحظون إن الموضوع جداً سهل وما في أي توتر وأي خوف، بالعكس بتستمتعون كل مرة يكون عندكم عرافة حفل. النقطة اللي المهمة إن ما ينفع أقدم حفل أو فعالية وما أتواصل مع الجمهور بعيني، تكون دائماً الورقة قدامي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حضورنا الكريم، يسرني حضوركم معنا اليوم. أنت ما جاي تقرأ نشرة أخبار، أنت جايين تقدمون فعالية، هذه الفعالية حتى لو أنتم ما كنتوا جزء من التنظيم فيها، هاي الفعالية حسسوا الناس إن هذه الفعالية تخصكم، هذه الفعالية فعاليتي، فأنا لازم أطلعها بأحلى طريقة. البداية بتكون مع أو قبل أذكر هذه النقطة، ليش مهم إن أنا أتواصل مع الناس بالعين؟ ليش مهم إن أنا لازم أطالعهم في عينهم؟ لازم أطالع من أول صفة لآخر شخص موجود في القاعة، لازم أبين له إن أنت إنسان مهم. لما أنا بقول حضورنا الكريم، شوفوا العين شلون تتحرك، حضورنا الكريم من أول صفة، لما بقول هذه الكلمة من أول صفة أخذ بعيني لغاية يعني كأني بأخذ راوند بعيني، حضورنا الكريم يشرفنا ويسعدنا حضوركم معنا اليوم، لازم أرويهم إن في ألفة، إن أنا سعيد بتواجدكم. ما ينفع أحسس الجمهور إن أنا أوكي هذه فعالية وتركيزي كله بيكون مع الصفة الأولى. لاحظت إن في أشخاص لما بيون يتكلمون أو يبتدون فعالية كل نظرهم على الصفة الأولى، كل نظرهم على الصفة. يعني أوكي أنا حين أطالع الصفة الأولى، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرنا حضوركم معنا اليوم. طيب في ناس وراء، لازم أنا أعطيهم أهميتهم، أحسسهم أن أنتم لولاكم ما صارت هذه الفعالية، لولاكم ما نجحت هذه الفعالية، ما يصير أن أنا أركز على شخص بعينه وأهد كل الجمهور والحضور الموجود. طيب البداية بتكون إلقاء مقدمة يتبعها القرآن الكريم، يعني أغلب الفعاليات أو المؤتمرات فيها البداية يكون فيها القرآن الكريم. لازم أنا كعريف حفل أعرف إذا في مقرئ بيكون موجود ولا بيكون القرآن مسجل. ليش؟ أولاً في دائماً في أشياء لازم نتبعها أو في أساسيات لهذا الموضوع. لما يكون عندي مقرأ أو قارئ للقرآن، خلص عقب ما يخلص أول ما أطلع على الستيج أقول له أحسنت. لما يكون عندي آية قرآنية مثلاً مدتها دقيقة، لازم أركز معاها، لازم أعرف متى بتخلص. لما أرجع على المسرح حتى لو مسجل صدق الله العظيم، أرجع أنا على المسرح وأقول صدق الله العظيم، أنا أرجع يعني أشد انتباه الحضور كلهم إنه خلاص حين رجعنا مرة ثانية. في كلمات بسيطة يمكن البعض ما يوعى لها أو تصرفات بسيطة، هذه اللي تخلي الناس ينشدون لتقديمك للفعالية من أول ما تبتدي لغاية ما تخلص. طيب متى أنا أقدر أتحرك أنزل من على البوديوم؟ لما يكون مثلا أنا الحين قدمت أن يسرنا الآن دعوة فلان الفلاني لإلقاء كلمته فليتفضل، متى أنا أنزل من البوديوم؟ مو سيدي أقول كلمتين وأنزل، أنتظر لغاية ما يقوم من مكانه ويوصل عند الدري، أكون أنا مهيئ له. يعني لا تخلون فوق على البوديوم أوراق وقلامة وأشياء، في ناس ما شاء الله تخلي قراطيس بس ما نقول مواين، فإحنا ما نخلي هالشيء. تنزل خذ قلمك معك، أوراقك معك، خلي له المكان مرتب ومهيئ له، هذا الشيء نفسياً له وايد حلو، يعني كأنك أنت تقول له ترى مرحب فيك، المكان كله لك. لما يبتدي يوصل عند الدري أنا هني أنزل،
ولازم يكون في اي كونتاكت بيني وبينه، ان انا يعني كاني قاعده ارحب فيك بس بعيني، بنظري قاعد ارحب فيك. اوكي، وبعدين انا انزل. في اخطاء تصير يمكن انا وايد شفتها. عريف الحفل لما يكون في شخص بيجي يلقي كلمه، ممنوع ان انت تكون واقف على المسرح، لازم تنزل من على المسرح، اترك له المجال ان المكان كامل يكون تحت تصرفه وتحت امره. يعني في موقف من المواقف، كان في عرافة حفل، وكانت العريفة طلبت ان هي يكون لها كرسي على الستيج. انا ما فهمت ليش موضوع الكرسي، يعني تخيلوا معي انا الحين عريفة حفل وفي شخص قاعد يصور، ففي كل الصور كانت موجودة، في شكلت عامل توتر للمتحدث لان في احد وراه موترة، وكشكل عام جد كلش مو حلو. فيفضل ان عريف الحفل يكون له مكان توقف لما تنزل من المسرح او تنزل من على الستيج، لازم يكون في متر بينك وبين الستيج، تترك متر، تترك مسافة. هذه شغلة. شغلة ثانية، لازم تركز مع هذا الشخص ايش قاعد يقول، كلمته ايش قاعد يقول فيها، ممكن تقتبس شيء منها، ممكن تشوف متى بيخلص، متى بيخلص كلمته. احيانا في بعض الاشخاص لما يعني جرب تنتهي الكلمة يقول وأخيرا ويقرأ آخر سطرين ثلاثة، وفي ناس لا، في بعض الأشخاص لا يواصل. أنت لازم هني تركز مع متى راح ينتهي. قلت لكم هذه التفاصيل مهمة عشان ما يصير في جاب في الوقت. تعرفون دائما VIPs وقتهم محسوب عليهم، فأنت لما أتي تقول لي حفل الافتتاح مدته 20 دقيقة أو 30 دقيقة، لازم تلتزم بهذه 30 دقيقة، لا تضيع الوقت في بعض التصرفات اللي إحنا ما نحس فيها أو لا شعورياً نسويها. لما بتستلم المسرح ينزل المتحدث، حاولوا دائماً أن أنتوا الآي كونتاكت وايد مهم. لما ينزل من على الستيج طالعوا شكراً، لازم تشكرونه. تعرفون أنتوا بهاي الطريقة إيش كثر تعطون قيمة للشخص اللي تكلم، ان انت خلاص خلصت كلمتك ويلا مع السلامه نشوف اللي بعدك. لا لا، من اول من قبل يبتدي لين ما يخلص لازم تعطونا قيمته، تعطونا اهميته. انزل. نفس الموضوع حق المكرمين. لما يكون انا عندي عدد من المكرمين، متى انا اذكر، ذكرت اول اسم، متى اذكر الاسم الثاني؟ لما الشخص الاول اللي انا ذكرته جرب من المسرح يركب أول دري، توه بيصعد دري، أذكر الاسم الثاني، لأن دائماً في ناس يأخذون وقت على ما يوصلون الدري، سواء كان في موجود في أول القاعة أو موجود في آخر القاعة، يكون في مجال. ولما أشوف مثلاً الأشخاص موجودين آخر القاعة، أحاول أن أنا أسرع في ذكر الأسماء، خاصة لما يكون عندنا 50 مكرم أو 100 مكرم أو 150 مكرم. طيب، في شيء مهم بعد، ممنوع ان انا لما اكون على الستيج وقاعد اقدم الفعاليه يجيني احد يساسرني ويقول لي ضيفي كذا او ضيف كذا. اكيد شفتوا هالشيء، اكيد شفتوا اي شخص يكلم عريف الحفل وهو على الستيج، كلش الحركه مو حلوه، ونفس الوقت تطيح الايقاع، وايد تطيح الإيقاع، تسوي شيء ممل. دائماً طلبوا من الجهة أو من الشخص المنظم، الشخص المنسق معاكم، لو في أي ملاحظة يكتبونها لكم على نوت صغير ورقة صغيرة ويعطونكم إياها على الستيج. بيكون عندك مجال أن أنت تقرأ هذه النوت شنو فيه. أنت من نفسك بتعرف أن هذه مثلاً الملاحظة لازم أذكر اسم فلان أو أذكر هذه الشغلة في هذا الوقت، أنت اللي بتقرر وقتها. لكن انت ما راح تركز لما يجي شخص من تحت ويساسرك ويقول لك والله قلت كذي، ما راح تركز ابدا، وبيضيع منك كل شيء انت ممكن تقوله، بيضيع منك الفكره، بيضيع منك الايقاع. طيب، انا ما اعرف ليش هني مو قاعد يطلع عندي شيء واضح. عقب الفعاليه ضروري جدا، عقب الفعاليه أتوجه للأشخاص اللي اختاروني عشان أقدم هذا الفعل، لازم أشكرهم، ما أخلص أخذ أغراضي وأمشي. ضروري جداً أن أنا
أشكر الأشخاص سواء كان مسؤول سواء كان موظف عادي اللي اختارني لتقديم هذه الفعالية، وأفضل أن يكون في تقييم لعريف الفعالية. لازم تقيم نفسك، لازم تشوف الناس شلون قيموك، عشان الأخطاء اللي أنت مريت فيها وأنت تقدم هذه الفعالية ممكن أنت تساعدك عشان يعني تحسن منها، تساعدك عشان تتجنبها في المرات القادمة أو الفعاليات القادمة. طبعاً لازم تطلبون يكون عندكم نسخة من الفيديو، نسخة من الصور عشان تحطونها في السي في، لأن هذه الأشياء وايد بتفيدكم بعدين. نقطة مهمة، لا تخلون أي متعلقات خاصة فيكم مكانكم وتنشون، حتى لو كانت ورقة، حتى لو كان قلم، لا تخلون أي شيء وراكم. أبسط الأشياء الناس تحللها من عقب عريف الحفل، فأنتوا دائما خلوا مكانكم، أو إحنا دائما نقول first image. first image هذه وايد مهمة. أنا لما أمشي خلصت فعاليتي شلت أغراضي ومشيت ما خليت شيء، بالعكس يقولون طالع هذه وايد نظيفة وايد مرتبة، غير لما أنا أهد الأوراق. وفي ناس حتى الكلمة ما يتعنون يشيلونها وياهم، خلص أنت الكلمة خذ الأوراق وياك اطلع. ترى ممكن الأشياء اللي أنا أقولها لكم هذه بسيطة جدا، بس تترك أثر عند أي جهة منظمة. إنزين، إني حق نقطة مهمة وهي المظهر. المظهر شيء وايد مهم. أولاً لازم أنا أعرف شنو هذه الفعالية اللي عندي، شنو راح ألبس حق هذه الفعالية. الفعالية بتكون الصبح، بتكون العصر، بتكون في الليل، مناسبة بتكون حفل افتتاح مثلاً، بتكون حفل افتتاح مهرجان، بتكون مؤتمر، بتكون ملتقى. ولا لبس معين، كل مكان له مظهر معين. يعني ما يصير ان انا احط كبنت احط فول ميك اب ورموش وحاله وانا عندي فعاليه الصبح، كلش الشكل بيكون جدا متناقض. الشباب طبعا يفضل انهم يرتدون ثوب وايد، الزي الرسمي اللي يمثل الوطن وايد مهم. يعني في فعالية من الفعاليات كانت يعني صارت في البحرين، وكانت من أكبر الفعاليات السنوية اللي تصير في البحرين، وما يحضرونها بس من البحرين، يحضرونها يعني سواء ضيوف أو حضور، في حضور من دول الخليج، دول العربية، في فنانين، في مسؤولين يحضرونها. فصار موقف إن الشخص اللي ييكا متحدث ويمثل البحرين كان لابس ستايل لبس يعني ما له هوية، للأمانة ما له هوية. فأنا انتقدت الموضوع وخليت الموضوع بيني وبين نفسي، ولكن للأسف وصلني انتقاد من أشخاص من دول ثانية إنه يعني مسامحة هذا الشخص يمثل البحرين، إحنا كنا نبي نشوفه لابس الثوب البحريني، الزي البحريني. أنت تمثل هوية بلدك، أنت تمثل هوية بلدك. فأنا بالنسبة لي الثوب حق شباب أو البدلة الرسمية اللي يلبسونها، بس دائماً نفضل الثوب خاصة لما تكون فعالية رسمية. البنات العباية أو ملابس ثانية، تكون بدلة مثلاً جاكيت. ولكن البنات في بعد بعض الأشياء اللي لازم تركزون عليها، الملابس ما تكون وايد تايت، ما تكون ضيجة، ما تكون قصيرة. حركتك ولبستك وايد يكون محسوب عليك. البنات الشباب بعد محسوب عليهم وايد، اللبس ترى وايد مهم. يمكن احنا نقول نريد نلبس لنبيه، بس في بعض الفعاليات اللي ما ينفع ان احنا نلبس فيها ملابس ما تناسب الفعالية. بالنسبة للبنات يلبسون عباية وشيلة. لما بتجي تقدمين الفعالية حاولي دائما ان الشيلة تكون تايت، مسكوك عدل. حركة إن أنا بعدل شيلتي كل شوية على الستيج هذه تسبب ربكة. فدائماً حاولوا إن أنتوا تطلعون على الستيج ثم نقولها بهندام مرتب واثقين من لبسكم. طيب ما ينفع تكون ألوان ملفتة، يعني في الألوان الفسفورية، الألوان الفلاش، في بنات ما شاء الله يلبسون أشياء تلمع، ما لا داعي. إكسسوارات المبالغ فيها ما أنصح فيها فعاليات تكونين لابسة إكسسوارات مبالغ فيها. إحنا مو رايحين عرس،
المكياج المبالغ فيه. لما بتكون حفل افتتاح لو بقول مثلا مهرجان ممكن، ولكن إذا الحين تقدمون فعالية بسيطة أو حفل شنو أقول لكم مثلا مؤتمر أو ملتقى، دائما المكياج يكون بسيط. ترى يا جماعة البساطة جمال، كل ما كان الشخص بسيط كل ما يعني بيّن أكثر عن الستيج، ما خلى الناس تنتقل. الناس ترى ما شاء الله وايد تحب تنتقل. شغلة مهمة، الله يعزكم، الجوتي، الجوتي لازم يكون نظيف. يعني في ناس تطلع هذه آخر شيء إنهم يفكرون ينظفونه. الابتعاد عن العطور اللي ريحتها قوية، اللي ريحتها في ناس تروح متبخرة وعطور، يعني لا تهيج حساسية أي شخص موجود في المكان. حطوا دائما، استخدموا دائما العطور اللي ريحتها خفيفة، بحيث إن أنا ما أذي الشخص وأنا طايف شيء ألفت النظر. إحنا في كعرافة أو عارفين حفلات أو فعاليات، ترى يا جماعة الخير مو أنا اللي السوبر ستار مع الفعالية، الفعالية نفسها أنا جاي أقدمها، مو جاي ألفت النظر لي. أنت بتلفت النظر بأدائك، بشخصيتك على المسرح، بطريقة إلقائك، لكن ما نبي إن إحنا نكون ملفتين للنظر والله بلبسنا، بالإكسسوار، بالستايل اللي إحنا مسوينه، بالتسريح اللي إحنا مسوينه. لا، أنا جاي ألفت النظر للفعالية. طيب، صفات العريف المتميز، متى أنا أقدر أقول إن هذا الشخص عريف متميز؟ أولاً أنا أعرف الوقفة على الستيج لها رهبة. في ناس وايد تتوتر لما توقف خلف الميكروفون، وايد يتوترون. أولاً لازمًا يكون عندك ثقة بنفسك. حتى لو خطبت على المسرح، شنو الخطأ اللي ممكن تسوي؟ لازم تكون واثق من الكلام اللي أنت بتقوله. لازمًا يكون عندك حماس. ما أقول لكم مثلاً، أنا صار لي يمكن سنين في هذا المجال، ما أقول لكم ما توتر في بداية الفعالية، بس توتري يكون من داخل. ما أبين للناس إن أنا متوترة، ما أبين للناس إن أنا خايفة، لأن إذا خفت وبين للناس شافوه خلاص أنا راح أفقد الكنترول على الفعالية كاملة. لازم يكون عندي حماس وأنا أقدر. لازم تكون ابتسامتي، يعني أنا لما أشوف أي شخص قدامي لازم أكون مبتسمة، لازم يكون عندي طاقة إيجابية. لا أبين للناس إن أنا أوكي يا تعبانة، حتى لو أنت متهاوش في الطريق، لو شنو فيك من مشاكل، لو شنو عندك من هموم، ما يبين ذي الشيء للناس. ما تبينون للناس إن أنتم مثلا متهاوشين مع المنظمين، صير ترى وايد. فدائما خليك على الستيج من أول ما تركب على الستيج، تعطي طاقة إيجابية للحضور. اللباقة، لازم نكون لبقين في التصرف، لازم نكون عندنا كلامنا لبق، خاصة مع كبار الشخصيات والحضور بشكل عام. في شغلة صارت وايد قدامي في ملتقيات أو مؤتمرات، إن مثلاً الـ VIPs خلص كلمته وانتهى حفل الافتتاح، ففي شباب المراسم راح يطلعونه مثلاً يروح قاعة ثانية، قاعة التشريفات مثلاً. فتلاحظون إن العريف يهد كل شيء ويركض يروح حق الشخص عشان يتصور معه سيلفي. تخيلوا المنظر، كلش مو حلو، كلش مو حلو. إذا أنا أبي أتصور مع هذا الشخص أخلي شخص يصورني، لكن حركة السيلفي إن أنا أوقف هذا الشخص في نص القاعة عشان بس صورة السيلفي، لا لا، الصورة ما طلعت واضحة، لا، شرايك نرد عليه، ممكن عيد، كلش لا تسوون هذه الحركة. طيب، كبار الحضور والشخصيات، طريقة كلامي معهم، لو كان أخوي، لو كان أبوي موجود، لو كانت هذه صديقتي، منصب معين، الأسلوب والكلام لازم يكون محدود. ما ينفع أن أنا أتكلم معهم كه فلانة شلونك، شخبارك، عصوش طيبة، إيه والله ذاك المرة مرينا عندك، لا 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 لا، هذا الموضوع يصير برا القاعة. لكن وقت حضورهم خلاص هم لهم احترامهم، لهم حضورهم. طيب، الذكاء وسرعة البديهة، عرف الحفل لازم يكون عنده سرعة بديهة في مواقف
تصير على المسرح يعني تضطر ان انت لازم تدارك الموضوع، تدارك كلمة خطأ، تدارك اسم انت قلته غلط. من واحدة من المواقف كان في مؤتمر من المؤتمرات أقدمه، وشخص من الشخصيات المسؤولة وصل متأخر. أنا خلاص طاف اسمك في التكريم، طاف اسمك، فأنا لأن أنا مراجعة من قبل وعارفة شكله من قبل، فحرام أن أنا ما أرجع أذكر اسمه في التكريم. فلأن أنا عارفة شكله رجعت قلت نرحب بفلان الفلاني وأدعوه للتكريم بما أنه وصل. يعني ما يصير مثلا نظيف أو الشخص هذي وصل حتى لو متأخر، لو ظروف ما وصل متأخر أنا أقول لا لا خلاص خلاص طاف دوره ما راح أكرمه. بالعكس هذه نقطة تنحسب لك أنت كعريف حفل. طيب يعني أنا في بعض الأشياء مو قاعدة تطلع عندي. عندنا الالتزام، وايد مهم أن أنتوا تلتزمون بالوقت، سواء وقت حضوركم الفعالية، وقت بداية الفعالية، ووقت الانتهاء. يعني أنا يقولون لي عندك حفل الافتتاح من الساعة 9 إلى الساعة 9:30، 9:30 بالضبط أنا مخلصة، 9 أبتدي، 9 أبتدي. تصير أحياناً أن هذه الضيف تأخر أو الراعي الحفل تأخر، فأنا لازم أنتظر. مثلاً قالوا ننتظر 5 دقائق، أوقف على الستيج وأقول يا جماعة ترى بنتأخر 5 دقائق أو راح نبتدي عقب 5 دقائق. لازم الجمهور يكون عنده علم باللي قاعد يصير، ما يكون تايف الموضوع. لحظة الحين قالوا 9 وما بدأ ولا الحين، فتعرفون ما نخلي الجمهور يتوتر أو يكون قلق. لازم يكون على علم بكل شيء قاعد يصير. فأنا ممكن أطلع على الستيج وأقول حضورنا الكريم نعتذر منكم على التأخير، راح نبتدي 9:05. أنزل. حتى موضوع الالتزام بالوقت قبل الفعالية، ما يصير أن أنت توصل الفعالية قبل لا تبتدي بربع ساعة، كلش لا، كلش مو حلوة. مثل ما قلت لكم ساعة التزام بالوقت، أن أنا أحضر قبلها 1:30، هذا الشيء راح يفيدني أنا، راح يفيدك أنت، راح يطلعك أنت يعني مرتب كل شيء وواعي بكل شيء. لا تطلعون على المسرح وأنتم مو واثقين من الشيء اللي بتقدمونه. أنزل. أرجع أقول الابتسامة مهمة جداً، الحماس مهم جداً، أنت اللي تحافظ على إيقاع الحفل من أول ما يبتدي لطيح ما ينتهي، وأنت اللي في يدك أن أنت تطيح من إيقاع الفعالية. أنزل. شلون أنا أعرف أو شلون أنا أكون عريف متميز؟ وايد سهلة. أولاً قراءة مستمرة. أنا جبت لكم كتاب معاي وراويكم إياه إن شاء الله عقب شوي. قراءة مستمرة، لازم أنا أقرأ في المجال اللي قاعد أشتغل عليه. يعني العرافة في كتب وايد ممكن أنا أقرأ، شلون أنا ممكن أكون عريف متميز، شلون أنا وقفتي، ثقتي بنفسي، أسلوبي في الكلام، نبرة صوتي. حاولوا دائما تمرنون صوتكم. والله أنا كنت أتمنى أن هذه المحاضرة تكون في مكان في مسرح وناخذ التدريب عملي، ولكن ظروف يات كذي. بس إن شاء الله إذا صار في مجال أن احنا نقدم دورات ثانية راح يكون المكان مفتوح، على أساس أنه كل شخص ممكن نعطيه تمرين يتدرب ونشوفه شلون ممكن يوقف على المسرح، شلون يتعامل مع الميكروفون، نشوف الأخطاء اللي ممكن تصير. تمارين الصوت والنفس، دائماً حاولوا أن صوتكم يكون قوي على المسرح، دائماً يكون صوتكم. لا تستعملوا صوت الحاج، يعني إحنا عندنا صوت البطن وصوت الرأس، إحنا دائماً نتنفس غلط. والله أتمنى أن أنا أقدر أعطيكم تمارين النفس والصوت، لأن هذه التمارين وايد بتفيدكم. أولاً بتفيدكم لأن إذا كنتوا أنتم متواجدين في قاعة، القاعة هذه فيها يعني شو أقول لكم 1000 شخص، تخيلوا وأنتوا تقرون تكونون على البوديوم وينقطع المايك، التكنيشن قطع الصوت، المايك وقف، ما توقفون هني عشان الميكروفون وقف، هني ما توقفون، واصلوا حركة أن أنا الميكروفون يقطع واطق فوقه
طق 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 هذه تطلع في السماعات كلش مو حلوة. يعني أنا أقرأ: حضورنا الكريم، يأسرني حضوركم معنا اليوم في حفل افتتاح هذا الملتقى. تعون لقطع صوت، ما أوقف أواصل في الكلام لأن أوريدي ما بينتبهون إن الصوت انقطع فبيرجعونا، ولا أسوي حركة الطقطقة اللي فوق. تدريب المستمر على مخاطبة الجمهور. وايد أشوف ناس تتوتر لما توقف قدام ميكروفون، قدام كاميرا، يكونون على ستيج يتكلمون أو يخاطبون الجمهور، وايد يتوترون. يمكن أنا سألت كذا شخص أنه ليش تخاف، ليش تتوتر؟ كانت الإجابة واحدة: أولاً دائماً الناس يفكرون أن اللي خلف أو خلف الكاميرا أو اللي قاعد الجمهور اللي قاعدين شو يقولون عني، شو يفكرون فيني. إذن لو غلط دائماً إحنا نفكر في هذا الموضوع، إذن أنا لو غلط الحين شو بيقولون عني أنا غلط، إذن أنا شكلي عدل. فأنا دائماً كعريف حفل أحاتي الناس اللي قاعد ليش أنا لازم رايح واثق من نفسي، عارف أنا شنو بقدم، عارف أنا بتكلم عن شنو، مسوي كل الأساسيات الأشياء المطلوبة عندي خلاص. التعامل مع الآخرين مو مخيف ترى، كلش مو مخيف، بالعكس روحوا دائما وحسسوا نفسكم أن هذيل الجمهور أهلي، ربعي، ناس يحبوني. لا تروحوا أنتم متوترين أنا لا بغلط، لأن كل ما توترتوا بتغلطون، هذه شيء طبيعي. انزين النقطة اللي بعدها مهارات، بعض المهارات. الصوت، لا تتصنعون صوت غير صوتكم، لا تاخذون نبرة صوت مو صوتكم. يعني احنا انا قاعدة اتكلم معاكم بشكل طبيعي، هذه عبير، لما ابغى اقدم برنامج او راح اقدم فعالية هذه انا. ولكن في اشخاص مثلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل كذي راح يكون الناس يعني بتشوف إن في شيء متغير؟ هل هذه راح يعطيني أنا شكل ثاني؟ هذه أنا، ليش أتصنع صوت؟ طلعوا مثل ما أنتوا، خليكم طبيعيين. لغة الجسد، لما أنا باي أرحب بحضور قلت لكم بعيني: حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قاعدة أطالع الحضور، ما له داعي أقول نرحب بسعادة الأستاذ فلان الفلاني، ما له داعي هاي الحركة أبداً أبداً، ما لها داعي. في ناس وايد تحب تحرك يدها، والآن نقدم لكم، حركة يدي كلش ما لها معنى، لا تسوون شيء يلفت النظر أو يشتت نظر الناس. الإلقاء، تدربوا على الإلقاء قبل الحفل. احنا وسيلتنا الوحيدة للتدرب هي المنظرة، دائما نحط نوقف قدام المنظرة ونقعد نتدرب. تشوفوا نفسكم، ترى التدريب قدام المنظرة مو عيب، اشوف طريقة إلقائي، اشوف ستايلي، اشوف البادي لانجويج مالي شلون. في عندي بعض الملاحظات: اذا كان التقديم بين اكثر من شخص، طبعا انا ما افضل هذه الشيء لان هذا الشيء يعتبر من مدارس التقديم القديمه، يعني ان انا اتكلم اقول كلمتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسكت والشخص اللي يمي يقول نرحب بكم، انا ما اشجع هذا الموضوع، احرص دائما ان عريف الحفل يكون شخص واحد. في موقف صار بين عرفاء حفل اثنين كانوا يقدمون فعاليه، فكانوا واحد وحده. أتذكر البنت كان في اسم لجهة معينة، الاسم ذي باللغة الإنجليزية. ليش أنا أقول لازم نتدرب قبلها على الأسماء وطريقة النطق وكذي؟ المهم فش اللي صار إن هذه البنت قالت الكلمة غلط، ذكرت الاسم غلط. هو شنو سوى؟ طالعها يعني سوى لها كذي وقال لها شفيك انتي. فتخيلوا شكلهم قدام الناس والفوكس كله عليهم بسبب هذه الحركة. لا تحرجون بعض، لم بينا ان احنا طالعين على السج ترى انا بصير احسن منك وانت بس وهاي فلان ليصير احسن مني، لا، احنا طالعين نقدم فعالية، احنا طالعين نقدم مجهود اشخاص اشتغلوا على فعالية، انا مو طالع اقدم نفسي. ولا نحرج بعض على المسرح حتى لو اخطأنا. انزين
عندنا في شغلة بعد وايد تصير، القلم اللي يكون في يدك لما تكون على البوديوم يكون دائما المايك موجه لك. أنا ما أفضل نستخدم هذه النوع من القلامة اللي فيها هذه. إحنا دائما لا شعوريا لما يكون في يدنا ذي القلم نسوي ذي الحركة. فتخيلوا أنتم الميكروفون شغال وأنا قاعدة أسوي ذي الحركة. تخيلوا كمية الإزعاج اللي ممكن تصير. فأنا أستخدم القلم العادي. لازم يكون عندي ورقة أدون فيها أي ملاحظة أبي أكتبها. ممنوع منعاً باتاً إن أنا أخذ الموبايل معي على الستيج. مو حلو أبداً إن أنا ما أخذ الموبايل. ممكن أخلي الموبايل في أي مكان، بس أنا ممنوع أخذ الموبايل معي على المسرح. أولاً إذا كان سايلنت ولا مو سايلنت يرن، تخيلوا يرن على المسرح في نص الفعالية. في عندي صوت، كاتبين إن الصوت مو واضح. شباب الصوت واضح عندكم ولا لا؟ هل قاعدين تسمعوني عدل ولا لا؟ واضح؟ واضح. إنزين، نقطة ثانية. إحنا حالياً في طبعاً كل شيء صار إلكتروني بسبب فيروس كورونا. إن شاء الله الله يعدي هالأيام ونرجع لأمورنا وحياتنا الطبيعية. صارت العرافة إلكترونية. شو اللي يختلف بين العرافة الإلكترونية والعرافة إذا كانت في حفل أو في قاعة؟ أولاً أنا أحس إنه ما تختلف وايد. بيكون عندنا أساسيات اللي هي إنه بتتحول من عرافة عادية إلى إدارة، كأني أنا أدير جلسة. طبعاً ما راح يكون فيها قرآن كريم، ما راح يكون فيها سلام ملكي، بتكون بس كأنها إدارة. ترحيب بالمتحدثين، ترحيب بالحضور، نبدأ مع المتحدث الأول، إذا عنده كلمة يبي يلقيها نبدأ نشكره، ننتقل إلى المتحدث الثاني، طبعاً لكل شخص وقت محدد، بعدين نفتح المجال للأسئلة، نشكر المتحدثين والحضور والختام. هذه العرافة الإلكترونية. أوكي؟ أساسيات الكتابة للعرافة. أحياناً إحنا عندنا نوعين. النوع الأول اللي يعطيك الكلمة جاهزة وما له داعي أن أنت تكتب أي شيء فيها. وفي النوع الثاني اللي يقول لك والله يعطيك التفاصيل ويعطيك المعلومات وأنت اللي تكتبها. شلون أنا أبتدي أكتب للعرافة؟ أنزل. ما أعرف إذا عندكم أقلام وأوراق إذا تبون تكتبون هذه النقاط لأنها وايد مهمة. أولاً طبعاً بيكون عندنا السلام الملكي على حسب الفعالية هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة، الترحيب وذكر اسم الراعي، والاسم الثاني يكون الاسم الأكثر أهمية بعد الراعي وبعدين أرحب بالحضور. مثلاً بسم الله الرحمن الرحيم الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرنا حضوركم معنا اليوم في حفل افتتاح المؤتمر باسم الفلاني، وأرحب بسعادة السيد أو معالي السيد فلان الفلاني راعي الحفل. الاسم الثاني اللي بعده الأكثر أهمية، أنا أفضل أن ما تكون في الكلمة أكثر من اسمين، أكثر من اسمين لا تذكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرنا ويشرفنا حضوركم معنا اليوم، بنعرف باسم المؤتمر وعنوانه والهدف منه في سطرين ثلاث سطور. دائما 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 كلمة العرافة ما تكون طويلة، لأن أوريدي أنت في عندك أشخاص راح يلقون كلمات، ممكن يلقي كلمة بصفحة واحدة صفحتين ثلاث، وأنت عندك وقت محدد لازم تنهي فيه حفل الافتتاح اللي من ضمنها تكون العرافة. أوكي؟ ذكرنا تعريف بالأسماء أو اسم المؤتمر وعنوانه والهدف منه. إذا في قرآن كريم نقول نبدأ حفلنا هذا بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم، إذا كان في قارئ أو مقرأ نذكر اسمه، إذا ما في خلاص هو أوريدي راح يشتغل بروحه أو التكنيشن بيشغلون القرآن. خلصنا من القرآن، صدق الله العظيم أو أحسنت، دايركت ندعو الآن راعي الحفل أو راعي الملتقى فلان الفلاني مع المسمى
ماله ضروري ذكر المسمى لإلقاء كلمته فليتفضل مشكورا. خلص أول شخص ألقى كلمته، شكرا لك. أدعو فلان الفلاني لإلقاء كلمته فليتفضل، خلص من إلقاء كلمته الشكرا. بعدين إذا عندي تكريم أو عندي فيلم راح يعرض أذكر، طبعاً تكريم يكون آخر شيء. إذا عندي فيلم، في بعض الفعاليات فيها أفلام يحبون يتكلمون عن شيء معين أو عندهم إنجاز معين، ففي فيلم مصاحب ممكن أن أنا أشغل الفيلم. أوكي، والآن دعونا مثلاً هاي عقب كلمات المتحدثين أو كلمة راعي الحفل والقائم على هذه الحفل. بعدين يكون عندي مثلاً فيلم راح أقدم هذا الفيلم، خلص. طبعاً أي شيء يشتغل على الستيج أنا كعارف ما أكون واقف، أنا الحين دوري كأني واحد من الحضور، أنزل من على الستيج حتى لو في فيلم موجود، أنزل من على الستيج وكأني أنا قاعد أشارك الناس مشاهدة هذه الفيلم أو الفيديو اللي قاعد يشتغل. خلص رجعت مرة ثانية مكاني. إذا عندي أنا حضور أو عندي مثلا مكرمين 50 شخص 60 شخص 100 شخص 150 شخص، طبعا كل ما زاد عدد المكرمين هذه عملية شاقة للأمانة، وايد متعبة عن تجربة. أسماء المكرمين مثل ما قلت من قبل لازم تعرفون الطريقة الصحيحة لنطق الاسم سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. طيب أنا سألت شخص شخصين ما عرفوا الطريقة، شو أسوي؟ أروح للشخص نفسه أقول له مرحبا ما عليك أمر، ممكن تقولي بس الطريقة الصحيحة لنطق اللقب أو نطق الاسم كلش ما فيها شيء يا جماعة، ما فيها أبدا أي إحراج، بالعكس هو بيحس بالاهتمام، أنا أعطيته حجم وأعطيته قيمة وأعطيته اهتمام إن أنا ترى يشرفني إن أنا أذكر اسمك صحيح على الستيج. يعني عقب ما خلصنا التكريم بيكون عندنا ختام، في تسليم درع ما تسليم درع بيكون شيء. ما أفضل أن المتحدث أو أي شخص بيلقي كلمته يكونون أكثر من اثنين، أكثر من اثنين بيكون الحفل جداً ممل. تخيلوا كلمة ورا كلمة ورا كلمة ورا كلمة، راح المود كله اللي في الحفل. يفضل أن في الحفل بس شخصين اللي يلقون الكلمات، لأن حط في بالك أن أنت كعارف حفل أنت الشخص الثالث، فأنا كم شخص بيتكلمون على المسرح؟ يعني ما أبي أخلي الناس تتشتت وتتعب إن أنا أدخل في بالهم معلومة من هنا ومعلومة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا، خلاص الناس تعبت، فأنا لازم يكون شغلي مختصر. فأنا دائما أفضل إن المتحدثين أو اللي بيلقون كلمة يكونون شخصين، ما نتعدى أكثر من شخصين. في ملاحظة مهمة على المسرح، لا ترتجل، ممنوع الارتجال، يعني لا ترتجلون شيء أنتم مو متفقين فيه مع الشخص أو الجهة المنظمة، لا ترتجلون، لا تسألون أسئلة. يعني مثلا نبدي فعالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يا جماعة نبدأ معكم، تبون نبتدي الحين ولا ننتظر شوي؟ لا تسألون أسئلة، هم الحضور مو جايين حصة أو جايين امتحان، جايين يبون حفل الافتتاح يتضمن على شنو؟ إنزين، في عندي إذا الصوت واضح عند الجميع، صوت شباب الصوت واضح عندكم؟ لأن ألاحظ في بعض الأشخاص يقولون إن الصوت مو واضح عندهم. واضح؟ أمينة، عندي أمينة، شكله عندك شيء مشكلة في الصوت أمينة؟ أوكي. حلو، طيب أبي أعطيكم تمرين بسيط. أحتاج ما أعرف أنتوا كم واحد، أنتوا 43 شخص، يمدينا نحن نأخذ تمرين سريع. أحتاج كل واحد فيكم أو اللي حاب أنه هو يشارك يكتب 5 سطور، 4-5 سطور، من أول بسم الله الرحمن الرحيم لغاية نشكركم على حضوركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي؟ وبنسمع مشاركته.
موافقين؟ يلا الموافقين يكتبون. بعطيكم تقريبا الحين نقول واحدة إلا أربع دقايق، نقول مثلا واحدة يعني بعطيكم خمس دقايق، كتبوا لي بس خمس سطور، واللي جاهز يحط لي إشارة إنه رافع يده عشان نأخذ أول مشاركة. يلا اللي يجهز انتظر خمس دقايق إن شاء الله الأيام الجاية إذا صار يعني انزاحت هذه غمة كورونا إن شاء الله ممكن إن إحنا نسوي هذه الدورة في مكان مفتوح وفي قاعة كبيرة، بحيث إن المشاركة العملية أنا بالنسبة لي وايد أفضل من إن إحنا نشارك بعض عن بعد. أنا حتى لحد الحين ما شفتكم، يعني أنا حابة إن أنا أشوفكم face to face. مين جاهز؟ كتبوا أي شيء، يعني مو شرط معلومة تكون بحد ذاتها خلاص صارت من قبل، كتبوا أي شيء يخطر على بالكم. أمينة، أمينة جاهزة، ها شباب، برافو أمينة، شباب، يلا من ثاني واحد، أنا عندي أمينة وعندي صالح ويوسف وفاطمة وسيد، وعندي مريم، عائشة، يوسف، يلا جاهزة أمينة، نأخذ أمينة. أوكي أمينة ممكن تضغطين على إشارة اليد اللي موجودة عندك. أمينة شباب، أمينة السلام عليكم. يا هلا والله، شلونك؟ الله يسلمك، شلونك أستاذ عبير؟ يعطيك يسلمك، الله يعافيك حبيبتي. أمينة جاهزة؟ إن شاء الله، يعني شيء بسيط عندي يا فمقدمة ونحتاج نصايحك بهالموضوع اذا تكرمي علينا. تفضلي حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه العزيز: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. سعادة المهندس فلان الفلاني راعي الحفل الكريم، السيد فلان الفلاني رئيس نقابة عمال الشركة، السادة أعضاء الإدارة التنفيذية، الأخوة السادة أعضاء مجلس إدارة نقابة عمال الشركة، هي لأن الفعالية تحت يعني رعاية النقابة. ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. لعل خير بداية لحفلنا هذا أي من الذكر الحكيم يلقيها على مسامعنا الطالب فلان الفلاني. نشكر الطالب فلان الفلاني على هذه التلاوة العطرة. انزل بعدين، هل انتقل للنهاية عشان ما نطول، ولا اقدم شخص واحد كمثال؟ اي قدمي تفضلي. شكرا لفلان الفلاني على هذه الكلمة الطيبة، والان ادعو الطالبة او الشخص اللي بيه لإلقاء كلمة الفعالية باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية إذا موجود. حلو.
وبالنهاية إلى هنا نصل معكم إلى نهاية حفلنا هذا، على أمل أن نلتقي بكم مجدداً عاماً بعد عام. نشكر اللجنة المنظمة لهذا الحفل وكل من ساهم في إنجاحه، ونشكر حضوركم وتشريفكم لنا. وفقكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وندعوكم الآن بالتفضل على وجبة العشاء ولا على البوفيه ولا اللي يكون. هذه موضوع وجبة الغداء وجبة العشاء هذه مسببت لنا مشاكل على فكرة يعني. إن الناس آخر اللحظات إن إحنا ننطركم تقولون لنا تفضلوا على وجبة الغداء وجبة العشاء، ترى هذه في يدنا، إحنا نخلي الناس متحمسين إن إحنا نواصل ولا يكونوا خلاص مستعينين ترى مللتونا. صح أنا يعني حتى كنت أتناقش وياهم هل أقولها حس مو حلوة، أنا أقولهم حياكم يا جماعة كنا قاعدة في البيت تفضلوا على العشاء مكان بس قالوا لي الناس يستانسون يعني. أنا بالنسبة لي هي محرجة. يعني أوريدي في برنامج الحفل مكتوب إنه بعد حفل الافتتاح أوكي بيكون في مثلاً وجبة غداء أو وجبة عشاء. أنا عارف هذا الموضوع وعندي ناس من المنظمين، طبعاً أنا لما أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معناته إن أنا ختمت، في عندي ناس من المنظمين هذه دورهم إن أما يقولون حق الناس تفضلوا على الغداء تفضلوا على الغداء، مو دوري أنا أوقف على الستيج وأقول يا جماعة الخير حياكم على الغداء. إيه thank you. مو دوري كعريض حفل، أي مرة أي جهة يقول لكم يعني إذا خلصت قول لهم حياكم على الغداء، لا مو دوري، مو دورنا على المسرح إن إحنا نقول حق الناس ترى حياكم على الغداء البوفيه موجود رقم 5، لا مو حلوة. لا كلش مو دورنا. إنزين أمينة yes. وايد حلو الأسلوب، طريقتك وايد حلوة، حسيتك مبتسمة يعني حسيت في طاقة في حماس وأنت تتكلمين، حسيتك حابة الكلام اللي أنت قاعدة تقولينه، القائد جدا جميل، هذا هو صوت أمينة. حلو صوت أمينة، ما حسيت إن أمينة اللي قاعدة تكلمني غير أمينة اللي قاعدة تلقي الكلمة. أنا أتكلم إيه نعم. حسيتك مبتسمة وأنت تلقين ال. طبعاً لأن الابتسامة توصل حتى من نبرة الصوت. بالضبط بس في عندي ملاحظة، لما يكون عندي قارئ للقرآن ما يحتاج أقول أشكر فلان الفلاني على قراءته للقرآن الكريم، لا أقول أحسنت فقط. أوكي يعني أختار بس كلمة واحدة، كلمة أحسنت وخلاص. حتى كوني أنا مرة والشخص اللي ألقى مثلاً ما هو طالب صغير بالعمر، شخص كبير، أقول أحسنت بس تقولين لي أحسنت. أوكي نوتد يس. تكلمنا عن موضوع يمكن أو في ملاحظة أنا ما قلتها لكم، لما باي ألقي أنا العرافة أو عطوني أنا العرافة اللي بقدمها سواء باللغة العربية الفصحى أو باللغة الإنجليزية، ملاحظة وايد مهمة، لما أنا ما أتقن اللغة الإنجليزية ما أغامر. لا تغامرون في أي لغة أنتم ما تتقنونها حتى لو تدربنا عليها قبل أن نروح. ليش؟ لأن أنا وقت ما بوقف على البوديوم بيكون عندي نوع من التوتر، ففي التوتر كل شيء يضيع. فدائما حرصوا أن أنتم تقدمون باللغة اللي تتقنونها. لو أنا عندي اللغة العربية الفصحى أيا كان منصبك، لو عندك مشاكل في اللغة العربية الفصحى ما تتقنها خلي أحد يعدلها لك الكلمة تدرب عليها مرة ومرتين ألقيها، لكن لا تطلع على الستيج وأنت مو متدرب عليها، لأن في ناس وايد تدقق وتلاحظ خاصة على اللغة. ومو حلو أن أنا أذكر كلمات بلغة غير لغتي وتطلع طريقة النطق خاطئة غير صحيحة، شكلي أنا كلش مو حلو يصير. إنزين ناخذ، شكرا لك أمينة، يعطيك ألف عفو. هذا الله يعافيك. سؤال بسيط بخصوص النظرة النقطة الأخيرة اللي ذكرتيها، إذا ممكن أسأل، اللغة طريقة النطق هل يكون أرتب إن نطق الكلام والسكريبت يكون بالتشكيل والحركات، ولا أقولها بطريقة طبيعية يعني مثل ما أنا أتكلم مع الناس؟ يعتمد على الفعالية، يعني مثلا إذا فعالية حاضرينها شخصيات كبيرة إيه نعم، يفضل ان انت تتبعين اللغه العربيه الفصحى، ممكن تكون اللغه البيضاء يسرون خليك يعني لا تشدين على الكلام. اوكي لان كل ما شديتي كل ما صار الموضوع رسمي اكثر، عرفتي
تلاحظين ان انت تاخذين نبره صوت مو صوتك. يعني على سبيل المثال حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدنا حضوركم معنا اليوم في حفل، ما لا داعي. أوفر. أيوة. وايد أوفر. ليش أنا أقول لا تأخذون صوت مو صوتكم، لا تأخذون أسلوب مو أسلوبكم، خلكم على طبيعتكم على المسرح. أيوة. شكرا لك أمينة. شكرا لك. يعطيك العافية حبيبتي. وعافية أكثر يا رب. سيد، نأخذ سيد علي. سيد، شلونك سيد؟ ما أسمع صوتك. سيد تسمعني؟ سيد في مشكلة عندي ولا عندك؟ من الكونترول يعني، من عندي الصوت مو أوكي؟ I cannot hear. سيد تكلم. سيد ما he cannot hear me. From him. المشكلة من عندك سيد، في مشكلة. افتح المايك تشوف الصوت عندك شلون سيد. شباب بعد من غير سيد وأمينة، يلا من موجود بعد بيشاركنا؟ ترى لا تستحون، لا تخافون، الوضع كلش ما يوتر. سيد ما سمعك، ما سمع صوتك. There is a problem. I cannot hear his voice. سيد شنو المشكلة؟ أنت تسمعني صح؟ Okay. He can hear me. ثواني سيد. جرب raise hand. Okay. He cannot hear me. على ما نضبط الصوت مع سيد، أبي أي شخص عنده سؤال ممكن يذكر لي سؤاله هني في الشات، أو إنه هو يبي يشاركني بالكاميرا يفتح الكاميرا ممكن إن أنا أخذ سؤاله. أي سؤال عندكم ما عندي مشكلة أرد على أسئلتكم. سيد I cannot hear him. You can talk, it's fine. From here? From there? في مشكلة عندك في الصوت سيد. ممكن تكتب لي هني؟ ممكن تكتب؟ اكتب لي سيد، لأن أنا مو قادرة أسمعك. زين شباب الموجودين، من بعد بيشارك ويانا؟ أبي أسمع صوتكم. سيد يسمعني بس أنا ما أسمعك سيد، في مشكلة في الصوت. زين على ممكن تطلع وترجع عقب؟ اوكي ممكن تطلع وترجع. اوكي زين، خبرتكم في البدايه ان في كتاب وايد راح يفيدكم في شلون انتم تقفون تتعاملون مع الجمهور، شلون ممكن ان انتم يكون عندكم ثقه بنفسكم، وايد في تفاصيل. كتاب اسمه فن مخاطبه الجمهور. طبعا ما يمنع ابدا ان انت مهما تكون في هذا المجال صار لك سنين انك تقرا، انك تطور من نفسك. الثقة وايد حلوة لما انا يكون عندي خبرة مثلا 7-10 سنين، ولكن انا لازم اول باول اطور نفسي، لان العرافة هذه متغيرة مو ثابتة، ترى مع الوقت كل شيء يتغير، بدليل ان احنا صارت عرافتنا الكترونية حاليا. سيد استاذ تسمعيني؟ اسمعك سيد. تمام الحمد لله. جاهز؟ جاهزين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام المحترم، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في البداية أن أرحب بكم في هذا المؤتمر النوعي الذي نبحر معكم فيه في موضوع مهم، ومع ضيوف ومتحدثين وخبراء في مجال العرافة والتقديم، حيث يشكل هذا الفن النواة الرئيسية لنجاح وتميز كل فعالية ومناسبة تقام في مملكة البحرين أو خارجها. وأدعوكم الآن لتوجيه أسماعكم وأبصاركم ناحية متحدثتنا الأولى في هذا المؤتمر، الأستاذة عبير مفتاح، الخبيرة والمتخصصة في مجال التقديم والعرافة. في الختام نقول لقد مضت الدقائق سريعة ووصلنا معكم إلى ختام المؤتمر. نشكر حضوركم الجميل وتفاعلكم القيم،
على أمل أن نلقاكم في مؤتمراتنا المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل، يعطيك العافية. حبيت أسلوب سيد وأمينة، خاصة في بداية الإلقاء. لما أنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم، حضورنا الكريم، يأسرنا حضوركم معنا اليوم في حفل افتتاح الملتقى أيا كان اسمه. ليش أنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم وسكت شوي؟ عشان أنا ألفت نظر الناس إن إحنا بدينا. ما ينفع أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم حضورنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هي مو نشرة أخبار ولا هي موجز أخبار اللي لازم المذيع يقرأ في وقت معين أو في وقت محدد أو سرعة معينة. هي عرافة، أنا أبي الناس خلاص بي أتنشن، فأنا مو أدخل سيدة في الموضوع وأرحب إلا لما أعطي هذه الجاب بسم الله الرحمن الرحيم. ومع الابتسامة، لا تنسون أبداً ابتسامتكم. متى ما يكون عندي متى أنا ما أبتسم؟ لما يكون عندي حفل تقبيل، لما يكون عندي حفل تقبيل أقدر أبتسم، بس ابتسامة بسيطة، مو بأن أنا مستانس أن أنا رايح حفل تقبيل، لا، ابتسامتي تكون خفيفة بسيطة. لكن لما يكون عندي مهرجان، لما يكون عندي فعالية كبيرة، ابتسامتي لازم أن تكون موجودة. الابتسامة ترى تعطي طاقة إيجابية في المكان فوق ما تتصورون. سيد يعطيك ألف عافية، صوتك جميل، نبرة الصوت جدا جميلة، حافظ عليها، لا تتصنع أي صوت مو صوتك. ملاحظة بعد سيد وحق الشباب بعد الحاضرين، لا تتأثرون بأي كلمة وأنتم متواجدين على المسرح أبدا أبدا. في اثنين يسولفون ورا، في واحد مو بمركز، طبعا هذه تكون في البدايه غلطتي انا كعريف حفل، ان انا ما قدرت ان انا اجذبهم من اول كلمه او من اول شيء. انا من طلعتي على الستيج لازم ان انا اجذبهم للفعالي، لازم اجذبهم للحفل. لما شخص او اثنين او ثلاثه يضيعون ينشغلون يسولفون، معناته الخطا مني انا مو منهم هم. انا ما عرفت اكسبهم من البدايه، انا ما اعطيتهم اهتمامهم من البدايه، أنا ما أعطيتهم حجم. ليش؟ لأن أنا تركيزي يمكن مع ناس ثانية، يمكن أنا شخص ما عرفت شلون أسحبهم صوبي نفس ما أقولها بالعامي يعني، أو أن أنا أجذبهم لبداية الفعالية. طبعا شكرا لك سيد، يعطيك ألف عافية، إلقاء جدا جميل، استمر عليه. حاول سيد أن أنت أول بأول تتدرب على دي إلقاء صوت. الصوت ما شاء الله خمط صوتك جدا جميلة، جدا جدا جميلة. على ما يعني يقدرون الشباب الباقي انهم يشاركون وياي، بعطيكم بعض التمارين حق النفس. من هذه التمارين بتفيدكم لما بتيون تلقون اي كلمه، ممكن مثل ما قلت من المواقف انه يصك المايك، انا شنو اسوي؟ اولا احنا نتنفس خطا، احنا نتنفس طريقتنا في النفس غلط، احنا نتنفس من الكتف. تلاحظون لما تنفس شتفي يروح فوق، ما له علاقة شتفي، النفس يكون من البطن. دائما لما تنفس يعني اللي الحين قاعدين يسمعوني، سووا هاي التمرين حتى وانتوا قاعدين في مكاتبكم، وانتوا واقفين، وانتوا تتمشون، حتى وانتوا في السيارة تقدرون تسوونه. أول شيء يدي على بطني، شوفوا اليد، برجع ورا شوي عشان تشوفوني، يدكم تكون هني. لما باخذ شهيق لازم يدي تطلع برا هني، المنطقة هذه تملها هواء زفير. صعبة في البداية، متعبة في البداية، لكن مع الوقت بتلاقون نفسكم لا تلقائيا تتنفسون كذي. نفس شهيق زفير شهيق زفير. هذه الطريقة في النفس تخلي صوتي أقوى، تخلي صوتي ما ينقطع على الستيج. حاولوا تتدربون عليها، صدق هي في البداية بتكون صعبة بس لأن احنا مو متعودين عليها، لكن مع الوقت بتشوفونها وايد سهلة. انزين، تمرين ثاني، دائما ممثلين المسرح يخلونهم يسوون هذه التمرين قبل البروفا، يعني قبل يبتدون يشتغلون على البروفا دائما يسوون هاي التمرين. هو تمرين مضحك شوي، تاخذ نفس شهيق نفس ما علمتكم،
نفتح كثر ما تقدرون فتحوا. طبعا احنا اللي في المكاتب ما بيقدرون يسوونه. خذيت شهيق اقوى دفعه هواء تقدرون تطلعونها. مره لما تتدربون على هذا الصوت في البيت او في اي مكان مغلق بينكم بين نفسكم راح تلاحظون الفرق. احنا لما نتكلم من صوت الراس، عشان كذي تشوفون بعض الاشخاص اصواتهم حاده، لكن احنا عندنا صوت البطن. صوت البطن دي اقوى الاصوات. لما انا اكون بلقي كلمه على المسرح ما ينقطع صوتي ولا نفسي ولا اتعب. لو مدتها نص ساعه الكلمه ما اتعب. ليش؟ لان انا تنفسي صحيح وانا اتكلم. حاولوا ان انتم تسوون هذه التمرين بينكم بين نفسكم، بينكم قدام اي احد. و انا ينقطع نفسي. لما تسوين هاي التمرين او تسوي هذا التمرين ما راح ينقطع. حتى عندنا مثلا، انا عندنا شباب لما بيون يقرون تقارير دائما اقول لهم سووا هذا التمرين مره في مره، بتشوفون حتى الصوت يختلف. قوة الصوت وايد مهمة في الإلقاء. في بعد شغلة ما خبرتكم عنها. لما يكون عندي presentation أبي أقدمه أو أبي أعرضه للحضور، لازم presentation مالي يكون بسيط جدا. نبتعد عن الألوان، في ألوان يحطونها غامجة ما تبين الكتابة. نبتعد عن كمية الحشو اللي ممكن نحطه في هاي البرزنتيشن. أنت عندك في وقت تقديم البرزنتيشن وقت محدد، ممكن نقول 10 دقائق، عندك ربع ساعة. إنزين، خلال الربع ساعة ما له داعي أن أنا أحط صفحة الواحدة أكثر من كذي. أكثر من كذي ما حد راح يركز معه، ما حد راح ينتبه حق المكتب أصلاً، حق النظر شيء مو بحلو. فحاولوا دائما البرزنتيشن تكون الكلمات فيه بسيطه، الخط واضح، يكون كبير، لا تحطون اي شيء وخلاص. ملاحظه ثانيه عن نفس موضوع البرزنتيشن، لما بتيون تقدمونه حاولوا انتم اللي تسوونه. انت كمتحدث عارف شنو النقاط اللي انت تبي تتكلم فيها، عارف شنو الاشياء اللي انت تبي تعرضها او تستعرضها للجمهور. في بعض الشخصيات يخلون أشخاص عاملين معهم أو موظفين عندهم هم يسوونها. بالعكس شيء حلو، ممكن أن هي تصير، أنا ما أفضلها بس تصير لضيق الوقت. ولكن راجعها قبل تلقيها، راجعها شوف شكلها. لأن إحنا حالياً يعني أنا لاحظ أن وايد في مؤتمرات يعرضون البرزنتيشنز على شاشتين أو شاشة عرض موجودة في الفعالية، فتشوفون البرزنتيشن دي ما يبين. فدائماً حرصوا أنه لما بيكون عندكم ورقة راح تقدمونها برزنتيشن يكون جداً بسيط، ما يكون في حكي وايد، أبرز وأهم المعلومات حطوا فيها. زين، من عندنا بعد بيشارك في العرافة؟ أبي واحدة من البنات. أنا الكتاب متوفر في دار كلمات في مجمع السيف، حصلون هذا الكتاب فن ومخاطبة الجمهور، وايد بيفيدكم الكتاب في أمور وايد في الحياة، مو بس العرافة، حتى لما بتيون توقفون قدام الكاميرا شلون تقدرون تتعاملون مع الكاميرا. تعامل مع الكاميرا ومع الميكروفون وايد سهل، تعامل مع الجمهور جدا جميل. كل اللي محتاجينه أنتم بس ثقة من نفسي وثقة من المادة اللي أنا راح أقدمها. الجمهور جايين يطالعوني، الجمهور جايين يسمعوني، فأنا لازم أقدم لهم شيء أنا متمكنة منه. ما أنا داعي أخاف، ليش أخاف؟ ليش أتوتر؟ ما في شيء يوتر. وبعدين ذي كله بيروح لما أنا أسوي شيء أحبه، ولما أقدم الشيء بحب، لأن هاي راح يبين علي وأنا أقدم الشغلة. شيء مهم بعد ثاني، ألتزم في الوقت. عندي ربع ساعة أقدم فيه البرزنتيشن، ألتزم بالربع ساعة. يعني في مؤتمر من المؤتمرات طلعت على عبير، يعني سمعة أن عبير تف في الوقت، يعني أنا باقي حق المتحدث وهو يقدم البرزنتيشن عندي 15 دقيقة، فخلال ال 15 دقيقة هذه لازم يكون مخلص حتى لو البرزنتيشن ماله ما كمل. فشنو كنت أسوي؟
باقي له من الوقت 3 دقائق أو 5 دقائق، فأقول له طقع المايك أقول له دكتور ما عليك أمر باقي لك 5 دقائق. الخمس صاروا 3 دقائق أو صاروا دقيقتين، لازم بين الفترة الثانية أنبه أن الوقت والعد التنازلي بدأ وقتك يخلص، فأنت لازم تنتبه، لازم تختصر، روح النقطة اللي بعدها أو روح للنقطة الأخيرة. آخر شيء خلاص دكتور وقتك انتهى، لما وقته ينتهي خلاص وقته ينتهي، فخلاص صار يعني معروف أن عبير خلاص الوقت عندها تف. مثل ما قلت لكم لما يقولون لكم مثلا عندكم نص ساعة حق حفل الافتتاح، هي النص ساعة، لا تغيرون الوقت، لا تزيدون وقت من عندكم، هو نفس الوقت هو اللي لازم ان انتم ضروري ان انتم تكونون قد الوقت هذه، ما تزيدون ولا تنقصون الوقت الا بالتنسيق مع الجهة المنظمة. في حد عنده سؤال؟ ممكن تكتبون سؤال او احد يرفع يده. بس اختي ما تقدرين تتابعين هالشيء مع ناس معينة، ما فهمت قصدك راشد على الوقت. عندي سؤال إذا ممكن أمثله. أوكي راشد، موضوع أن أنت تقاطع في الوقت، سوري رشا موضوع أن أنت تقاطعين في الوقت، أنت أوريدي قبلها بتقولين لهم، قبل لا تبتدي بتقولين لهم أنتوا عندكم يا دكتور الفلاني عندك ربع ساعة، خلاص هو مهيئ أنه هو البرزنتيشن ماله أو محاضرته مدتها ربع ساعة. متى أنت لازم أنت تعرفين متى تختارين تقاطعينه، الوقت متى أنا أقاطعه، مو أقاطعه بس هو في نص الكلام، لا يعني أوكي ممكن تعطينا ثواني بسيطة تشوفينه شوي هدأ شوي دي، أنت هني ممكن لا ما تسبب حساسيات أبدا، ما تسبب حساسيات. ممكن أنت هو بس من يحس أن أنت شغلت المايك خلاص بيعرف أنه وقته بده ينتهي، خلاص انت عندك اوامر، انت تتبعي اللي عندك. في بعض الاشخاص اذا ما قلتي له ان وقته انتهى خلاص راح يستمر، ممكن ياخذ نص ساعه يمكن ساعه الا ربع. سؤال امينه، هل في مكان اذا ممكن، ما فهمت السؤال امينه. المايك سكريبت. مرحبا مره ثانيه ساده. هلا والله امينه. أمينة سمعيني؟ الحين الصوت طالع؟ إيه واضح، تفضلي. أوكي أنا سؤالي باختصار بحيث كوني أنا مو مختصة بمجال الـ PR، أنا جاية من background IT، أشتغل في مجال الـ IT، لكن جهة العمل على طول يطلبون مني أن أقدم في مناسبات الشركة وبالعكس ما عندي مانع، لكن هل في مكان أقدر أحصل مثلاً على كلمات معدة نفس أمثلة حق مناسبات مختلفة أقدر أخذها شكل عليها على المناسبة اللي عندنا، سواء كان annual celebration، كان تكريم أبناء العمال المتفوقين من الأبناء على حسب المناسبة، فهل في شوفي أمينة للأمانة إحنا موضوع العرافة دي ما عندنا ناس وايد متخصصة فيه، حتى المؤلفات عن موضوع العرافة، حتى إذا بتسوين يعني بتدورين موقع متخصص، إحنا يمكن ما عندنا للأسف هذا الشيء، ولكن ممكن إن أنت تسوين سيرش في جوجل مثلاً عن افتتاح فعالية معينة أو الموضوع اللي أنت تبين تتكلمين فيه أو تقدمينه، ممكن تحصلين بعض المعلومات، ولكن أنا أفضل إن أنت تعتمدين على جهد ذاتي من عندك، أنت بتتميزين لما تسوين الشيء أنت بنفسك، أنت اللي تألفين المقدمة، أنت اللي تطلعين الأسلوب، أنت اللي تسوينك ستايل معين، أحسن من إنه يكون شيء مثلاً مكرر أو شيء نفس شخص ثاني سواه، تكون لك لمستك الخاصة. بالضبط، absolutely right. لأن أنا سويت سيرش وما لقيت، يعني كان في يوتيوب كوورد دوكيمنت كPDF دوكيمنت، بس اللي تفضلتي فيه ممتاز، بحاول أنا أكتب. الله يعطيك. الله يعطيك. سؤال ثاني، أحد عنده سؤال؟ بالنسبة للتدريب حق العرافة، مثل ما قلت حق أمينة، يمكن إحنا عندنا الاهتمام بموضوع العرافة قليل جداً أو نادر جداً، بس أنا حابة أن كل شخص ممكن أن هو يألف له خط أو ينشئ له خط في هذا الموضوع. العرافة ما لها شكل معين، لها عدة أشكال، لها عدة أساليب، ممكن أنت يكون لك أسلوبك عشان تتميز عن غيرك.
مو شرط ان انت لازم تقلد فلان. طبعا التقليد هذه يخليك كانك انت تصير نسخه من شخص ثاني، لكن انت هويتك وين؟ ما راح يكون لك هويه، لازم انت يكون لك هويه خاصه حتى في اسلوبك للكتابه. بمناسبه الكتابه، لما توصل لكم الكلمه جاهزه بالتنسيق مع الجهه المنظمه، حاولوا دائما ان يكون لكم لمسه فيها. يعني أقدر أن أنا أغير هذه الكلمة، أقدر أن أنا أغير هذا الأسلوب، أقدر أن أنا أضيف شغلة معينة ممكن تضفي شيء حلو على العرافة بدل ما تكون جامدة. طبعاً ما نخطو أي خطوة إلا لما ننسق مع الجهة المنظمة. تفضل سيد. شكراً جزيلاً أستاذة، ويعني أعتقد بأن إحنا في النصف ساعة الأخيرة من المحاضرة ربما يكون النقاش مفيد للمشاركين ولك أيضا. أتصور أن موضوع التقديم كما تفضلتي لا يمكن أن يوضع في قالب جاهز وجامد لكل الفعاليات والمناسبات. كل فعالية وكل مناسبة لها خصوصية، لها أجواءها ولها حضورها الذي يختلف عن أي فعالية أخرى. وأتصور بأن الاعتماد الذاتي من قبل المقدم في إعداد ما سيقوله هذا يختصر عليه جزء كبير من موضوع الإرباك أو النسيان أو يعني أي خطأ قد يحصل أثناء التقديم، لأن من سيكتب سترسخ في ذهنه كل الكلمات وكل الجمل وكل النقاط التي كتبها، ولكن إذا تسلمها جاهزة ربما يعني ينسى، يرتبك، ما فيها روح اصلا بتكون بالضبط، ويلقيها بصوره جامده يعني وكأنه حاجزا بينها وبين الجمهور. لكن كما تفضلتي ان يكون للمقدم لمسه من تلقاء نفسه، هذا يكسر الحاجز اللي بينه وبين الجمهور. هذا جزء. الجزء الاخر ربما اضع هنا اضاءه، بعض المقدمين وبعض من يتولون مسؤولية التقديم للمناسبات يكون تركيزهم على الورق، يعني يحمل الورقة ويقرأ في الورقة دون أن تكون لديه نظرات مع الجمهور، وهذا يقتل المناسبة كلياً. وأنت عندما تقدم تحس أن أنت كشخص من الحضور ما لك أهمية، يعني أنت أهمية أن أنت بس مركز في الكلام اللي بتقوله وخلاص أنت. لكن لما يكون أي كونتاكت بيني وبينك أنت معطني أهمية في المكان، صح؟ صحيح. أيضا النقطة الأخرى، أحيانا كما قالت الأخت أمينة هي تقدم بعض المناسبات الخاصة بالشركة، لكن هناك جهات تستعير أو يعني توكل هذه المهمة لأشخاص آخرين من غير المؤسسة، فمن الضروري أن هذا الشخص عندما يقف على المنصة فهو يمثل هذه الجهة كلياً وكأنه جزء منها، على أساس يعني يكون الحدث بالصورة التي تريدها هذه الجهة ويكون متميز، لا أن يتحدث وكأنه منفصل عن هذه الجهة. هذه إضاءات بسيطة ولا أريد الإطالة، يعني الحديث عن التقديم والعرافة دائما متجدد، وإن شاء الله في ختام هذه المحاضرة نعود لنشكركم جديدة أستاذة عبير. شكرا لك سيد. يمكن سيد ذكرني في موقف من المواقف، كان عندي عرافة حفل في لإحدى الجهات، وكانت المشاركين من عدة أقسام في هذه الجهة، وكان شكله في بينهم خلاف، فكان كل قسم يبي يطلع نفسه بطريقة أن أنا لازم أطلع أفضل من القسم الثاني. فمن اللي صار عليه الإشكالية عريف الحفل أن والله نبي نكرم فلان الفلاني، طبعاً مو موجود الاسم في اللستة، وهذه أسوأ شيء ممكن يواجهك كعريف حفل، أن أنت وأنت على المسرح يبون لك أسماء أنت ما تدربت عليها من قبل، أنت ما تعرف طريقة النطق من قبل، خاصة لما تكون أسماء إنجليزية، أسماء بأي لغة ثانية، وأن أنت لازم تذكرها. وهذا الموقف أذكر أن الأشخاص اللي كانوا يقولون لي مثلا ذكري فلانة،
قولي فلانة. فكنت أنا أنحرج على المسرح أن صارت فلانة لما تيجي تقول لي مثلاً ذكري اسم فلانة واقفة، جات واحدة ثانية سوت نفس الحركة، جات واحدة ثالثة سوت نفس الحركة. فأنا صار طبعاً على الستيج أنه حفلة، الكل صار على الستيج، فممنوع منعاً باتاً. ولا تقبلون أبداً بأن أحد يجيب لكم لستة أسماء أو يقول لكم والله اكتب الاسم الفلاني وانت موجود على المسرح. أبداً 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 لا تتبعون هذا الموضوع. من أول يعني من أول مرة تقفون على المسرح لازم يكون لكم قوانين، قوانينكم الخاصة. لا تخلون أي أحد يتحكم فيكم وأنتوا على المسرح. أنا أعرف ممكن يكون الوضع محرج، ممكن يكون إن أنا تحسون إن أنا مالي الحق إن أنا أخبرهم لا والله أنا ما راح أذكر ذي الاسم. لا لك الحق، لأن ذي كله بيصير تحت اسمك أنت. والله العريف الفلاني ما عرف يقول هالشغلة، العريف الفلاني ما قال هالشيء. لا، من البداية حطوا قوانينكم، لا تقبلون بأي تغيير أو أي تعديل وأنتوا على المسرح أو أنتوا قاعدين تقدمون. هذا الوضع مثل ما قلت لكم في البداية بيطيح إيقاع الفعالية كاملة. الشخصيات اللي جاية سواء الـ VIPs أو الحضور قاطعين من وقتهم ويايين لهذه الفعالية، فما ينفع أن أنا هذه الأشياء اللي تصير تضيع الوقت أكثر وأنا عندي وقت محدود لازم ألتزم فيه. من وجهة نظر الجمهور هل بيكون أرتب القراءة من آيباد أو أوراق؟ أنا ما أيد أبداً القراءة من أي جهاز. في ذكرتيني أمينة بمرة واحد من العرفاء الشيء سوى وين أوراقك؟ ما عندي أوراق. زين إحنا بنطبع لك أوراق. لا أنا ما أحتاج أوراق. آخر شيء اكتشفت إنه هو حاط المعلومات كلها في التليفون وكان على الستيج والتليفون قدامه وكل شوي طبعاً الشاشة تطفي ورد يفتحها ورد تطفي. ليش؟ ليش أنا حط روحي في هذا الموقف؟ الأوراق أفضل شيء. الأوراق لا تعتمدون على جهاز، لأن أنا ذكرت ممنوع أن أنا يكون موبايلي على الستيج. موبايلكم لما يكون عندي آيباد صار خطأ في التقني مثلا شو أسوي؟ هذا بعد شيء بيضيع وقتي والموقف محرج أصلا. فالأوراق دائما أضمن. عندي ملاحظة أبي أكتبها، عندي اسم أبي أشطبه، فلازم يكون عندي أوراق. عندنا وايد يغربون العريفة وهم يأشرون لها سرعي لدرجة تصير اللخبطة وتتوهق. لا ترعين، أنا أقول لا ترعين. مثل ما قلت لكم الفوكس والتركيز عليكم أنتوا. فأنا لما يأشر لي أحد يقول لي سرعي، أنا هاي الحركة ما أحبها، إن سرعي يقول لي بسرعة. لا ما بقول بسرعة، خلاص أنت عطيتني زمام الأمور، فلا تي في النص يعني نفس ما نقول بالعامي تعفس كل شيء أنا سويته. أنا هذه سرعتي للحين، الوقت ما خلص، أنا مرتبة أموري ومهيئة نفسي أن أنا راح أخلص خلال هذه 30 دقيقة، لكن حركة سرعي سرعي لا ما تنفع أبدا. في شغلة بعد تصير لما أحيانا مثلا كبار الشخصيات يلقي كلمته ويمشي يمشي يعني خلاص خلص كلمتي يمشي، مو معناته أن الحفل المعاد له أهمية. أنا لاحظ إن من يمشي هذا الشخص وايد ناس تقوم وتتحرك، وذي بيدي أنا كعريف حفل إن أنا أرجعهم كلهم مكانهم. لازم في طريقة معينة إن أنا حضورنا الكريم يعني إن لحين إحنا ترى الحفل مستمر، إحنا نقولهم ونستمر في تقديم ما تبقى من حفل الافتتاح. تصير هذه وايد يحرجون الواحد ويخلونه يرتبك إذا أشروا عليه. لا تركزين مع أي شخص يأشر عليك. هل بالإمكان الاعتماد على الحفظ والاسترسال؟ لا لا لا. بتحفظ شلون بتحفظ؟ صار عندك تغيير، قلنا في البداية أنه ممكن أن هذا الشخص ما يحضر. من ينوب عنه؟ اللي ينوب عنه لازم يكون عندي سرعة أن أنا أقرأ عنه وأطلع مسمى الوظيفي إذا ما عطوني إياه، أوكي؟ أو إذا عندي مسمى بتحفظهم. مش مضطر أن أنت تحفظ، مش مضطر أن أنت في نص كلامك تقول وشوف هالحركة
وأرحب بال على ما تذكر خلاص الإيقاع كله راح ما له داعي. فالورق دائما 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 الورق يكون في يدي وخلاص. أنت خليتني على الستيج، أنت عطيتني هذه الثقة، فلا يعني تسمعون كلمة أي أحد ممكن يأشر لك إلا بسرعة بسرعة والله لك ومشى يلا. لا 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 لا، تركيزكم والله لو يتم شخص واحد من كل الحضور في القاعة بوجه كل اهتمامي بهذا الشخص. لو بقى شخص واحد هم لا احترامه، لازم أعطي اهتمام لو واحد. في بعض الأشخاص إن مثلاً إن في تكون في فعاليات عودة ونتوقع إن الجمهور يكون وايد بالآلاف ولا بالمئات، نلاحظ إن في 10-20 تشوفون العريف بتضايق، أنا جاي وطاق درب عشان بس أقدم حق 10 ولا 20 شخص. لا، حتى لو شخص واحد تعطي اهتمام حالة حال 1000 شخص. إنزين، عندي سؤال، هل العريف هو المسؤول عن أنه يجهز عرض الباوربوينت المتحدث أو مسؤولية فقط العرافة؟ لا شيخة، أنت دورج فقط أن أنت تقدمين الفعالية. الباوربوينت هذه أي أحد من المنظمين هو هذه دورة أنه هو يجهز الباوربوينت للشخص اللي بيحاضر أو اللي بيقدم أو ذي. هذه إذا يعني قصدك تقني أوكي أن تجهزين العرض للمتحدث، لا هذه مش شغلتك. اذا قصدك ان شيء تقني انا اجهز له واحط له في اللابتوب وكذا لغايه ما يطلع على الشاشه، لا هذه مش شغله عريف الحفل. عريف الحفل شغلته فقط انه هو اي يقدم الحفل فقط لا غير. هاي بعد صار عندنا وايد يطلع راعي الحفل، الناس تقوم طيب الحفل الحين شغال، فالعدد المتبقي يكون قليل جدا. لا هذه الأشخاص يمكن مو هدفهم إنهم يحضرون ممكن مدة طويلة، أو أنا أقول لك إحنا يمكن الثقافة هذه منتشرة عندنا إن من يمشي راعي الحفل أو المسؤول فالناس كلها تقوم وراه، وهذه ثقافة مو حلوة للأمانة. فمثل ما قلت لك حتى لو كان آخر شخص موجود ما كمل الحفل أوجه كلامي لهذا الشخص. سؤال آخر، أمور يمكن أنا طوفت أسئلة. الكلمة لازم أن تكون مرتبة ومختصرة وشاملة، ممكن هل استحسن الطرح أوكي مثلا بين الفقرات أم الاكتفاء بالتقديم فقط؟ ثواني، هل يستحسن طرح معلومات متعلقة بموضوع المؤتمر؟ لا لا، يعني السؤال هل يستحسن طرح معلومات متعلقة بموضوع المؤتمر مثلا بين الفقرات؟ لا خلاص. هذه متى أنت تذكرونها؟ لما يكون عندنا إدارة جلسات بعد حفل الافتتاح. يعني مثلا هذه شيء إضافي، حفل الافتتاح مثل ما خبرتكم لا رسمية معينة لا شكل معين بحسب الفعالية، لكن لما يكون عندي اللي هو تقديم جلسة أو إدارة جلسة، هني أنا في بداية إدارة الجلسة، طبعاً إدارة الجلسة اللي يكون فيها أكثر من متحدث، طبعاً يحطون كراسي 4 أو 5 متحدثين، وأنا كعريف ممكن أنا أدير هذه الجلسة. يعني شلون الأسلوب المتبع؟ أول شيء كأني أنا قاعدة أبدأ من جديد، بسم الله الرحمن الرحيم، حضورنا الكريم، شكرا على حضوركم لهذا الملتقى، أذكر اسم الملتقى، المقام بالعنوان الفلاني أو تحت الشعار الفلاني. بعدين أذكر أن هذه الجلسة الأولى نبدأ معكم، الجلسة الأولى اللي تحت عنوان، لأن كل جلسة بيكون لها عنوان، إذا كانوا 3 جلسات أو 4 أو 5 جلسات الجلسة الأولى بعنوان كذا كذا كذا، أذكر العنوان. والمتحدثين نرحب بكل متحدث بروحه، الدكتور الفلاني معنا في هذه الجلسة، الدكتور فلان الفلاني مثلا أستاذ في جامعة البحرين، الدكتورة الفلانية، الدكتور الفلاني، خلصت تعريف فيهم، نبدأ مع أو الورقة الأولى مع الدكتورة الفلانية، وأرجع أذكر المسمى مرة ثانية، تتفضل عندك هذا الوقت. هذه الإدارة، مثل ما قلت لكم الإدارة لازم وقت معين، وقت محدد أنا ملزومة فيه. هاي سؤال، هاي بعد الناس، أوكي هذه ذكرناه.
مساعة. في موقف من المواقف صار معاي أنا شخصياً في واحدة من الجلسات. ليش أنا قلت لكم في البداية إحنا لازم نراجع أسماء الأشخاص؟ ليش لازم إن أنا أسوي سيرتش عنهم، أبحث عنهم، أشوف مسمياتهم صحيحة ولا غير صحيحة؟ في موقف من المواقف اللي صارت معاي، كنت أدير جلسة من الجلسات في واحد من المؤتمرات، وعطوني معلومة الجهة المنظمة، عطتني معلومة إن هذه أستاذ في جامعة البحرين فقط. للأمانة أنا خذيت السي في مالها وقعدت أسوي سيرتش عن هذه الشخصية، ما لقيت أي معلومة غير كلمة أو عبارة أستاذ جامعة البحرين. فلما بدينا وعرفت ورحبت وكذا، فبدينا الجلسة، فقالت لي، قلت لها يعني نرحب بالدكتورة فلانة الفلانية، للأمانة ما أذكر الاسم، أستاذ في جامعة البحرين، تفضلي معك ربع ساعة. طبعا سكتت، والأسلوب طبعا كان جدا سيء، فقالت لي مو هذه الأسلوب ولا هذه الطريقة اللي أنا أبيتش تعرفيني فيها. أنزل عبير في هذه اللحظة، طبعاً الجمهور كله وجه نظرة إلى عبير. هني أنا طبعاً الشخص المنظم انتبه للموضوع ويعني يركض ويعود الموبايل في الوصف لها شنو المفروض أن أذكرها بأي اسم، بس نسى ويعطوني إياه. تداركت الموضوع، ابتسمت، يعطيك العافية، أعتذر منك، ولكن هذا الاسم اللي عندي حالياً أو هذا المسمى، أنت أجدر وأفضل من يقدم نفسه، تفضلي عارفين بنفسك، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. أي واحد فيكم بيمر بهذا الموقف، لا ترتبك، لا تتوتر، لا تخاف، تداركوا الموضوع. لازم أن يكون عندنا سرعة بديهة أن احنا نتدارك هذه المواقف. حركة على المسرح كيف تكون إذا دعيت شخص يقدم كلمته؟ تم ذكر الأسلوب من قبل مختص أن المسرح ما يطلع كي فاضي، فأنت لحد ما يصعد ثم أبتعد للخلف من صوب المنصة. صح أمينة، مثل ما قلت لكم أن أنا متى أقدر لما أذكر اسم الشخص اللي بيلقي كلمته، متى أنا أنزل من على المسرح؟ أنا في بعض الأشخاص يقومون مثلاً يكون لابس بشت، يبي يعدل روحه، يبي يعود أوراقه، يكون في عنده مرافق، عنده فايل في الأوراق. لما يوصل عند أول ستيج، أول الدرج، هني أنا كأني سلمت المسرح كامل تحت أمرك. وانتبهوا إن أنتوا لما تيون تنزلون ما تسكون الميكروفون، لأنه هو على طول راح يحط أوراقه ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلما راح يبتدي المايك مو شغال، مو حلوة. فاحنا دائما ننسى حركات هذا المايك ودائما نسكر واحنا نازلين واحنا طالعين، هذه ما لها داعي. باقي عندنا ربع ساعه، في اي سؤال؟ انا اتمنى ان انتم تكونون استفدتوا من هذه المحاضره، وبعد ارجع اقول انا كنت اتمنى ان هي تكون موجوده في مكان مفتوح بحيث ان احنا ناخذ الشيء عملي وتدريب عملي، والكل يشارك، نتدرب على الصوت، نتدرب على النفس وطريقه الالقاء، هذه كلها اشياء بتفيدكم في التقديم، سواء حتى مو بس تقديم الفعاليات وعرفه الفعاليات، بتفيدكم في اي موقف في حياتكم، في اي تصوير ممكن خلف الكاميرا، خلف الميكروفون، هذه الاشياء كلها تفيدكم. فأتمنى إذا ما أدري إذا في أحد عنده سؤال بعد، أو محاضرة قيمة أستاذة، يعطيك العافية، الله يعافيك. فأتمنى أن أنتم أي أحد فيكم حاب أن هو يتواصل معي أي وقت، أي فعالية عندكم تحتاجون أي مشورة، إذا بتصورون أي شيء، دائماً أنا أنصح الأشخاص أن أنتوا عشان تدربون صوتكم تكتشفون أن الصوت تغير ولا لا، حاولوا دائماً أن أنتوا تسجلون صوتكم، سجلوا صوتكم بالتليفون قبل وعقب، يعني قبل لا تسوون تدريب النفس اقروا أي شيء، أي سطرين ثلاثة اقروهم، وعقب ما تسوون تدريب رجعوا سجلوا مرة ثانية الصوت وتشوفوا الفرق، بتلاحظون فرق وايد كبير، وراح يعني أنتم من نفسكم دائما بتحاولون أن أنتم تطورون من نفسكم. حافظوا على ابتسامتكم حتى لو كنتوا على المسرح، سمعتوا أي كلمة سلبية، سمعتوا اثنين يتكلمون، سمعتوا اثنين يقولون قطة وأي قطة، لا تتأثرون بأي كلمة،
انتوا اللي بتقومون بالحفل كله، انتوا اللي فيتكم ان انتوا تعطون الحفل دي طاقة، تعطونا باور، وفيتكم انتوا اللي تدمرون كل شيء. اهم شيء يكون عندكم ثقة بنفسكم، لا تخافون، لا تتوترون. التعامل مع الجمهور من اسهل واروع ما يكون. اللي حاب انه هو يتواصل معي اقول لكم رقم تليفوني وبعيده، على اساس انه اي احد حاب انه هو حتى لو بتصورون اي شيء قبل وبعد او ذو حابين ان انتم تتواصلون معي تروني تجربتكم، انا ما عندي اي مشكله. رقم تليفوني 3411 81 38. مرام 3411 81 38. سعيدة جدا 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 بتواجدكم، أتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المحاضرة. وبالضبط هذه هو الرقم عبد الله، يعطيكم ألف عافية، وأتمنى تواصلنا هذه ما ينقطع، وأنا حضرت لكم في أي وقت. يعطيكم ألف 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 عافية وما قصرتوا. شكرا على حضوركم.